فهمني العمل يا خويا، هاني نقول لك غفير شابه لو كان يمشي لنا طبيب ولا غنخرجوا كامل غرقه. ايوا طبيب صاحبي ما نعرفه مليح، خاطيه الشوفات هادي عبك بلي طبيب هو اون بيرسون يدي 100,000 على الراس وحنا ندو 5,000 على الراس. ما فهمتنيش واش كنت نقول لك. داك الطبيب قاري ليه نطول ويحكي لي على المبادئ والاخلاق والعلم، رايت 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 والله ما يقبل. احنا كانت ما تسمعوش وخلاص على حتى يسمع. ولدي سكتي تيا ياك تفهمنا لاني ناظر. صباح الخير دكتور. مازال باش تجوزنا مصباح حنا نستناو. طبيب راح دا ماكس لطبيب. وانت علاش ما تجوزناش؟ انا نجوزك على ما نجوزكش. استنيني برك نجوز هادو زوج ونعيط لك. اوا ما تساعدنيش معليش، خذ راحتك انا نروح نولي العشيه ان شاء الله. ما تطوليش. شد كيفها؟ ماشي حطاتك انت هو طبيب؟ ماشي قلت لك افير شابا؟ افير ولا افير؟ يا هلا دكتور. مساء الخير دكتور. مساء الخير، تفضلي. والله يا دكتور انا خايفه عليك بزاف. غير خير احكي لي. المشكل تاعي سي كو نقول عفسه ندير عفسه اي اوب ننسى واش قلت وننسى واش درت. وقتاش بديت تنساي؟ واش نسيت؟ سي تي دوك جوزي فوا طابل ونشوفو. دقيقه برك دقيقه. اهلين كيفك؟ كيف الاحوال؟ والله انا كمان اشتقت لكم كثير كثير. بس ليك انا لساتني زعلانه منك. ليش؟ ليش؟ لانه ما عرفتني لعرس اختك وانا كنت عامله كتالوج لبس كله مشانه. بس يلا بنتكلم عن هاد غير مره. شو كنت راح اقول لك؟ العماره كملت وانا بدي اشتري شقتين مو شقه. فلوس؟ شو يعني فلوس؟ البابا بيصرف كل شيء لما انا بطلب. البابا بيصرف ما في مشكله. يلا يلا نتكلم غير مرة، والله اشتقت لكم كثير. نتكلم غير مرة، اوكي؟ في امان الله، باي باي. حبيبتي عيوني اشتقت لك كثير كثير. اشتقت لخالته نادية ولسيلين، والله اشتقت لكم كثير كثير. شو كان بدي اقول لك؟ راح اجي على بيروت. راح اجي على بيروت مشان الموضوع اللي تكلمنا عنه. حبك فاش مدوخني سيك ما تبانش مريضه. انا عليك انت اللي راك مدوخني كيفاش راك شايفها مريضه او بنتي بلي انت اللي تنسى. حبيبتي شو كان بدي اقول لك؟ والله لما اجي بحكي لك، مو هلا مو هلا حبيبتي. ما تغيرتي هالبنت يا الله، ما بتتغير ما بتتغير. يلا حبيبتي اشتقت لك انا كمان. يلا خلاص انا راح انت. هذه يبدو لي ان عندها بعض الجمل مو بعثاره تاع راسها، يعني مش مشانتي مليح. هاي جايبتها لنا اشتقت لك وحبيبتي وحبيبتي على الاخر باش كملتها قالت لي صحيتها كمال. هيه بعمل راي صح. يلا حبيبتي نتكلم غير مره. هلا مو فاضيه اوكي، بتصل فيكي. باي باي. باي. هاي ماي فريند. How are you? Fine, thank you. You know, it's been a really long time that we didn't talk. I really miss you. But you know. بكم حاجة جماعة. عمك هذيك فين بلي؟ والله غير حلبت لها مليار.
هذا يمبرونشيها فيه واحد الساتيليت راه تكونيكتي فيه يقولوا له ان دي اس ام اي. هي بدي خممت فيها انا هاو قالها ابو علي. نايس. واش من الساتيليت هاك وتهضروا عليه؟ هذه المقلوقه راهي مسكونه. والله ما بها كرام. عندها شوي جمل هكذا مبعثره ما عرفتش تشانتيهم مع بعضهم هذا ما كان. شيخ قلت لكم باللي هذه شخصيه مرموقه هذه راهي سيونتيفي كازماتيك على بالي كل صاحبي. يعني هو ابو علي يعرف الطفله باينه باللي مرموقه. I'm not ready to talk about it right now. Oh my god, I'm not ready. Come on. ها هاي قالت اروحها كمان. شكون هذا كمان؟ يا ودي كمان هذا انا عارفه من بكري هذا يقولوا له كمال سباغيتي. ايه هذاك البروبليم وين راه؟ ماروش تقراو فيا انا. انا اللي مهبول جيت شريت حاجه من هذايا قلت العبري تماني بلا سباغيتي. انا اللي مهبول انا اللي نستاهل. كنت في الانجليزيه باس عليا جيت نمرض روحي مع الهدف. لايك اي تولد يو هاي جود باي سي يو باي باي. طبيبة دكتور نبدا نقطع. ايكوت عندي بزاف لي باسيون وما نعاودك. مازال ما مبروشي في الساتيليت تاعك هذا. داي شتي كيفاه؟ شتي كيفاه؟ الدواء اللي مديتيهم لهم على بالك باللي دوريجين 100% نعرفون هذا باك باللي نعرفو هذا يسموه بوم خرخيلوس زيدي لها حتى 15 ولا 20 مادام راهي السلعه كاينه خلي فيها غير القليب تاعها يدقدق